طبعا في دوافع، احنا طبعا عندنا دوافع ان احنا نستمر، ان احنا ننافس، ان احنا دايما بنلعب على المركز الاول، منافسه ان شاء الله الرحمن على الصعود. يمكن لعيبه مضغوطه شويه، في اكتر من لعيب مش متعودين على الضغط، مش متعودين ان هم يلعبوا على المركز الاول، لكن احنا بنقول لهم وبندعمهم ومعاهم ومسندينهم، هم الاداره معاهم ومسندهم. احنا النهارده اللعيبه متسربعه، الخطوط بعيده شويه عن بعض. يمكن الجزء المفيد اللي كان بيفيدنا الفتره اللي فاتت في الماتشات اللي نقدر نقول زي ماتش النصر وماتش الزرع يا محمد، ان الفيرويد فوق واللعيب اللي تحته اسلام نبيل او اي حد موجود في الحته دي كان بيدينا دفعه، كان بيدينا دفعه معنويه، واللعيبه دايما على طول مقاتل على الكوره. النهارده اللعيبه يمكن انا بقول ان علي شوقي وشريف واسلام نبيل برضه النهارده يمكن اثروا في النواحي الهجوميه بشكل كبير جدا، وده خلى اللعيبه عندي في نص الملعب انها تقدر تتراجع وتبقى وسط الناس الموجوده في خط الدفاع. مش يومنا، اقول النهارده من الماتشات اللي هي السيئه لينا السنه دي. الحمد لله احنا كان في بعض الاخطاء البسيطه تداركناها الحمد لله، موضوع المساحات والشغل من العمق وكده. والولاد النهارده ما شاء الله ملتزمين جدا جدا جدا، وانت عارف حضرتك نجاح الفريق في التزامه، فالحمد لله كلهم ملتزمين بفضل الله الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي احسن، ودول فرقه تنافس ان شاء الله. الحمد لله ربنا وفقني باختيار يعني منتخب السويس، فريق كبير عنده جمهور كبير جدا بيجي وراه في كل مكان، يستحق التواجد في الدوري الممتاز. نادي منتخب السويس يمتلك لعيبه السنه دي على اعلى مستوى، لعيبه مميزه جدا. طبعا بالمناسبه بشكر كابتن ياسر رضوان، عمل معانا جهد الفتره اللي فاتت، كان في سوء توفيق كبير قوي بيلازمه، هو اللي اختار اللعيبه دي. جه كابتن ميمي وكابتن اسماعيل اليومين اللي فاتوا، احنا كان بقالنا اسبوع في حاله عدم توازن، قدرنا نلم بعض مع الجهاز الفني الفتره اللي فاتت، في خلال الاسبوع ده قدرنا نطلع الشكل اللي انت شفته النهارده. الروح كانت عاليه جدا، اعتقد لو نادي منتخب السويس واللعيبه دي استمرت على الاداء ده وعلى المستوى ده وعلى الروح دي، اعتقد يعني في خلال الكام اسبوع الجايين ان شاء الله موضوعنا ومقولنا في الدوري هيتغير ان شاء الله باذن الله. فاحنا بنحمد ربنا برده. طبعا بونت مش ما حاجه ما ترضناش، احنا طبعا بنلعب على المكسب، احنا السنه دي احنا سنه صعود باذن الله. احنا بنحمد ربنا يعني على النقطه، ان شاء الله باذن الله نقدر نعوض في اللي جاي باذن الله.